عاجل، السودان يعلق على تهديد السيسي بشن حرب شاملة. ننشر لحضراتكم التفاصيل. وهام، منذ قليل أمريكا تصور النيل المصري من الفضاء وتعلق عليه. وأمر عاجل من الرئيس السيسي بإرسال طائرات عسكرية لتونس. وتوتر العلاقات بين مصر وتركيا بعد الاجتماع، ننشر لحضراتكم التفاصيل. ورحلات بحرية كبرى ومشروع ضخم سعودي لربط السعودية بمصر. كل عام وأنتم بألف خير، رمضان كريم عليكم، وصلوا على الحبيب محمد. قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار. واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده يفجر التعليقات بكلمة تحية مصر، وانتو قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا. وهام، منذ قليل أمريكا تصور النيل المصري من الفضاء وتعلق. وده طبعا يعني بعد أزمة سد النهضة والمبعوث الأمريكي اللي وصل لمصر، الجولة الإفريقية بتاعته. السفارة الأمريكية في القاهرة نشرت صور للعاصمة المصرية وقت المساء ولنهر النيل، التقطها رواد الفضاء من المحطة الدولية الأمريكية. السفارة كتبت على الفيسبوك: انظر كيف يبدو نهر النيل والدلتا، وكأنهما زهرة لامعة ذات جذع طويل في هذه الصورة التي التقطها رائد فضاء من محطة الفضاء الدولية. وكيف تبدو القاهرة كقاعدة مشرقة بشكل خاص بهذه الزهرة. رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسيكي كان نشر في إبريل الماضي صورة من الفضاء لنهر النيل والدلتا مصر، وأبدى إعجابه الشديد بموقعها المتميز، وأكد إنهما من الأماكن المميزة في العالم. وكتب توماس على تويتر: الأرض شاسعة، لكن هناك أماكن يمكن التعرف عليها على الفور من النظرة الأولى. من هذه الأماكن النيل والدلتا في مصر بما تحمله من تناقض خصوبتها مع الصحراء المحيطة وتدفقه إلى البحر الأبيض المتوسط. مصدر معانا كان من السفارة الأمريكية في مصر وتويتر، طبعا يعني إشادة من السفارة الأمريكية على أهمية النيل لمصر، وأن مصر من غير النيل ملهاش لازمة. ربنا ينصر مصر على أعدائها، وإن شاء الله لن يقدر أحد على المساس بنقطة مياه من نيل مصر. لو حضرتك جيت للجزء ده من الفيديو، ياريت ما تنساش تدعمنا باللايك والاشتراك في القناة. ويلا ندخل على الخبر التالي. ننتقل لخبر آخر. وعاجل، السودان يعلق على تهديد الرئيس السيسي بشأن شن حرب شاملة. اعتبر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن ما تصفه بعض وسائل الإعلام بتهديد الرئيس السيسي بشن حرب في حال التضرر من سد النهضة تصريح يهدف لتأكيد أهمية القضية. حمدوك قال في مقابلة مع قناة CNN البريطانية ردا على سؤال حول هذا الموضوع: القضايا المتعلقة بسد النهضة جادة للغاية، وأعتقد أنه عندما أدلى الرئيس السيسي بهذا التصريح كان يريد مثلما نريده نحن، التشديد على جدية المسألة أمام المجتمع الدولي، وأن هذه القضية مرتبطة بسلامة وأمن الملايين في مصر والسودان. وتابع وقال: نرغب في أن يفهم باقي العالم أهمية هذا الوضع، وأن نوضح أن المسائل المتعلقة بسد النهضة يمكن حلها في غضون أسابيع وفقا للقانون الدولي. حمدوك شدد وقال أن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة سيضع السودانيين تحت رحمة إثيوبيا فيما يخص توزيع مياه نهر النيل. عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان بيقول أن السودان ستكون تحت رحمة إثيوبيا، وللأسف لو تم الملء الثاني لسد النهضة مصر أيضا تكون تحت رحمة إثيوبيا، وهذا يعني لن يحدث، ورئيس السيسي حذر. وتصريحات وزير الخارجية السوداني بتيجي تصريحاته على خلفية التوتر المتصاعد حول قضية سد النهضة الإثيوبي بعد فشل المباحثات والمحادثات بين مصر والسودان وإثيوبيا. الرئيس السيسي قال يوم 30 مارس إن مياه النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل،
وهو تصريح وصفته وسائل إعلام كثيرة بأنه تهديد مباشر لإثيوبيا. هذا الأمر واضح وصريح ما نقدرش ننكره. فعلا الرئيس السيسي هدد بعدم استقرار المنطقة بالكامل في حالة إن إثيوبيا حاولت إنها يعني تاخد نقطة مياه من مصر. هذا الأمر لن تسمح به مصر، وأؤكد عليه في كل فيديو وفي كل خبر يتعلق بسد النهضة. مصدر معانا كان من CNN وبعض الوكالات المصرية والسودانية. ننتقل لخبر آخر معانا، وأمر عاجل من الرئيس السيسي بإرسال طائرات عسكرية لتونس. صباح أمس الخميس حطت للقاعدة العسكرية بالعوينة في تونس طائرة عسكرية مصرية محملة بمعدات ومستلزمات طبية للمساعدة على دعم جهود مواجهة الجائحة. والطائرة التي تم إرسالها بمبادرة من الرئيس السيسي كان في استقبالها كل من وزير الدفاع التونسي ومدير عام الصحة العسكرية وسفير مصر بتونس. وكانت تونس استلمت قبل أيام ثلاث شحنات أكسجين قادمة من الجزائر، وذلك في الوقت الذي يتعرض فيه النظام الصحي التونسي لضغط شديد بعد أن امتلأت أجنحة الرعاية الفائقة بسبب الزيادة في حالات الجائحة. المصدر معانا كان من موزايك FM، وهذه يعني قناة راديو خاصة بتونس. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. طبعا زي ما حضراتكم عارفين علاقات المصرية التونسية في أقوى حالتها، وده طبعا يعني بسبب زيارة الرئيس التونسي لمصر واستقبال الرئيس السيسي للرئيس التونسي. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل لخبر آخر، وتوتر العلاقات بين مصر وتركيا بعد الاجتماع المصري التركي. وأكد فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي إنه على الرغم من أن العلاقات مع مصر تشهد توترا، إلا أن التعاون الثنائي يصب في مصلحة مصر وتركيا. وقال في مقابلة تلفزيونية: نحن منفتحون على تطوير علاقاتنا مع جميع دول المنطقة وعلى أساس الاحترام المتبادل بين الجانبين. وأضاف: مصر جارتنا في شرق المتوسط ولدينا علاقات قرابة وشراكة تجارية معها. وتابع وقال: قد تكون علاقاتنا السياسية مع مصر متوترة، لكن تعاون مصر وتركيا يصب في صالحهما. مصر احترمت الاتفاقية التي أبرمناها مع ليبيا وأعلنت التنقيب خارج حدود المنطقة المعلنة بموجب الاتفاقية. أوضح وقال أن هذه الخطوة أظهرت الرسائل اللازمة حول تحسين العلاقات. لا يمكن القول إن العلاقات مع مصر انقطعت بالكامل، فقد كانت هناك اتصالات استخباراتية ودبلوماسية، والآن بدأت عملية التطبيع على مستوى نواب الوزراء. اختتمت أمس مباحثات استكشافية استمرت يومين بين مصر وتركيا في القاهرة برئاسة نائب وزير الخارجية المصري حمدي سند لوزا ونائب وزير خارجية تركيا سادات أونال. وأشار بيان عن الخارجية المصرية إلى أن المناقشات كانت صريحة ومعمقة، حيث تطرقت إلى القضايا الثنائية فضلا عن عدد من القضايا الإقليمية ومناقشة الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وضرورة تحقيق السلام والأمن في منطقة شرق المتوسط. طبعا زي ما حضراتكم عارفين أن يعني نائب أردوغان بيحاول يجمل صورة تقرب تركيا من مصر، إن مصر يعني عشان هي احترمت حقوقنا في البحر المتوسط، فإذا يعني ده كان بسبب تحركنا. وطبعا هذا يعني كلام للاستهلاك المحلي، كلام عشان يعني الشعب التركي ما يغلطش الحكومة التركية بأنها تتقرب لمصر وتتودد لمصر وتطلب السماح. نشوف وزارة الخارجية المصري وبيانها حوالين يعني الاجتماعات الثنائية بين مصر وتركيا. وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيان حول المباحثات الاستكشافية بين مصر وتركيا، قالت إن المباحثات كانت صريحة وتناولت مجمل الأوضاع في المنطقة العربية. واختتمت أمس 6 مايو 2021، وبعد يومين من المداولات، المباحثات الاستكشافية بين وفدي مصر وتركيا التي عقدت في القاهرة برئاسة نائب وزير الخارجية السفير حمدي سند لوزا ونائب وزير خارجية تركيا السفير سادات أونال زي ما ذكرنا لحضراتكم من قبل. الجانبان المصري والتركي
بحسب البيان هيقوموا بتقييم نتيجة هذه الجولة من المشاورات والاتفاق على الخطوات المقبلة بين مصر وتركيا. يعني الاجتماع اللي كان بين مصر وتركيا ما كانش في نتيجة واضحة، ولكن ده يعني زي ما تقولوا بداية السلام وبداية ان احنا نحط ايدينا في ايد بعض، ولكن يعني القادم ان شاء الله هيكون على مستوى وزيري خارجية مصر وتركيا. طبعا الامر هيكون مختلف تماما في الايام القليلة المقبلة، ده لو تم الاتفاق حسب الاستكشاف اللي كان بين مصر وتركيا امس واول امس. المصدر معانا كان من ارتي، واترك لحضراتكم التعليق، هل انتم شايفين ان يعني مصر وتركيا هيكون في ما بينهم تطبيع للعلاقات ام لا؟ اترك لحضراتكم التعليق على هذا الامر. تعليقات حضراتكم طبعا مهمة وبقرأها يعني كلها. ننتقل لاخر خبر معانا، ورحلات بحرية كبرى ومشروع ضخم سعودي لربط السعودية بمصر. تعتزم شركة MSC لرحلات السفن السياحية اطلاق رحلات لسفن بحرية من مدينة جدة السعودية المطلة على البحر الاحمر الى عدد من الدول المجاورة. شبكة CNN الامريكية اكدت في تقرير لها ان السعودية ستصبح نقطة انطلاق لخط رئيسي للسياحة البحرية الأول مرة، مع تشغيل الشركة التي تتخذ من سويسرا مقرا لها رحلات بحرية. وفقا للشبكة ستنطلق الرحلات من مدينة جدة وصولا إلى العقبة لزيارة مدينة البتراء في الأردن، ثم ميناء سفاجة بمصر لمشاهدة المواقع الأثرية بمدينة الأقصر، كما ستكون هناك محطات توقف أخرى في السعودية. أوضحت أنه من المقرر أن يعمل مسار الرحلات البحرية لشركة MSC من نوفمبر 2021 إلى مارس 2022، وهي الشركة العالمية الأولى التي تشغل رحلات سفن سياحية في السعودية. وتعمل السعودية على تسويق نفسها كوجهة سياحية دولية في السنوات الأخيرة في محاولة لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط بحلول عام 2030. المصدر معانا كان من CNN. طبعا يعني اكيد هتكون خطوة كويسة جدا للاقتصاد المصري السعودي لما يكون في تعاون سياحي واقتصادي في هذا الامر وهو السياحة. موضوع طبعا هيختلف ويكون شيء جميل جدا ومبشر للسياحة البحرية بين السعودية وباقي الدول، ومنها طبعا واهمها مصر. اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. جينا لنهاية نشرة الاخبار، كان معكم عبد الله فقير اسلام الامير من قناتكم مصر ميديا اي بي على اليوتيوب، واسلام الامير مصر ميديا اي بي على الفيسبوك. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.